بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكون المرأة زانية وهي لم تزني أبدا، بل ويحبط عملها كله؟ روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبو موسى الأشعري: أيما امرأة استعترت فمرت بقوم فيجدوا منها ريحا فهي زانية. طبعا الحديث صححه ابن دقيق والألباني وجمهور العلماء. طيب، ده في واحدة أشد اسما بكتير. الحديث ده معناه إيه؟ معناه إن لو واحدة محجبة أو منقبة مرت على قوم وهي مستعطرة وشموا منها ريح، هي زانية. طيب، وما بقى المتبرجة اللي بتنزل كشف شعرها ولابسة ملابس ضيقة، لابسة بنطلون ضيق وبلوزة ضيقة، أيهما أشد اسما وأشد فتنة للرجل؟ اكيد طبعا كل الناس متفقه معايا ان المراه المتبرجه اشد. يبقى اذا المراه المتبرجه اللي تنزل امام متبرجه امام الناس زانيه، لان مش انا اللي بقول كده، ده الرسول بيقول على المراه اللي متعطره لو مرت بقوم شموا منها ريح بقت زانيه. فبالكم بقى بالمتبرجه. طب في دليل تاني، كيف يحبط عمل هذه المرأة؟ أقول لحضرتكم أكثر من دليل قاطع من السنة. طبعا أولا الريح، العطر لا يشم إلا من رائحة من مسافة قريبة، لكن المرأة المتبرجة بترى من مسافة بعيدة، وأكثر فتنة للرجل بكتير من العطر. يعني المرأة المنقبة المتعطرة مش هتفتن الرجل زي المرأة المتبرجة اللي لابسة هدوم ضيقة وشعرها مكشوف. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، وفي رواية سيأتيان من بعدي، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بهم الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لأظهر من مسيرة كذا وكذا. هنا الرسول بيتكلم على مين؟ على متبرجه. قال نساء كاسيات عاريات، يعني لابسه، يعني اللي هي المتبرجه بتاعت الزمن ده، لابسه وهي في حقيقه مش لابسه، لابسه بهدوم ضيقه بتبرز مفاتنها كشف شعرها، كاسيات عاريات مائلات مميلات، مايله للرجل وبتخلي الرجل يميل ليها، رؤوسهن كاسنمه البخت، شعرها مكشوف وهي ماشيه شعرها عمال يتهز زي السنم بتاع الجمل، لا يدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف ان الست دي بتصلي؟ وعارف انها بتصلي وبتصوم وبتزكي، لكن التبرج والرجالة اللي بيزنوا فيها بعيونهم، والشاب بيروح يستمني في البيت لما بيوصل منها، وفي ناس طبعا بتقع في الزنا الحقيقي بالفرج، وكل ده في ميزان سيئاتها، وتدل على الشر كفاعله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دل على الخير كفاعله، لا تسببت في زنا الناس فهي اصبحت زانيه. هي كمان ما عارف الرسول صلى الله عليه وسلم انها بتصلي وبتصوم ده، لكن احبط العمل. طب في دليل تاني قاطع، في دليل تاني خاطئ. روى الحاكم بسند صحيح والامام الذهبي بسند صحيح وغيرهم: ذكرت امراه عند الرسول صلى الله عليه وسلم من كثره صيامها وصلاتها، وفي روايه تصوم النهار وتقوم الليل، لكن تؤذي جيرانها بلسانها ولا لا خير فيها، هي في النار. وذكرت امرأة من قلة صلاتها وصيامها لكن لا تؤذي جيرانها، تتصدق بالقليل وتصلي الصلاة المكتوبة فقط، قال هي في الجنة. طب ده يبقى إذن المرأة اللي بتأذي جيرانها وصوامة قوامة بتصوم النهار وتقوم الليل، ربنا أحبط عملها ودخلت النار. هو لو ربنا قبل الصيام والصلاة، ما ربنا بيقول إنما يتقبل الله من المتقين، فبقى إحجاب لها من النار. طب أيهما أشد اسما، اللي بتأذي جيرانها بس ولا بتأذي المجتمع كله؟ المرأة المتبرجة مش بتأذي جيرانها بس، دي بتأذي جيرانها وبتأذي المجتمع كله، بتأذي الرجال: ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. فبتأذي الرجال، توقعهم في زنا العين، توقعهم في زنا في الاستمناء، وتوضعهم في زنا الفرج، تفسد في المجتمع فساد شديد. يبقى اذا بيحبط، اذا التبرج بيحبط العمل وبيخليها زانيه والعياذ بالله. فلو كنت ترضي نفسك انك تكوني زانيه وان يحبط عملك وتكوني من اهل النار، خلاص
لا تتوبي الى الله سبحانه وتعالى من التبرك، وانزلي وانت مكشوفه، مكشوفه الشعر، لابسه بنطلون ضيق، البنطلون اللي لابسه الشرع انه يفسد، بيبرز المفاتن تحت المراه، الاليتين والكبل والدبر العوره المغلظه بيبرزها. فده اشد فتنه كتير من العطر. اللهم بلغت، اللهم فاشل، اقول قولي هذا، استغفر الله.